مشيت كنلقى السيد راه واقف ليا قدام باب الماط، يعني شجرة ليا داك الشيء اللي جرى. لا بزاف غفلني خويا، لقيت واقف قدام الباب، يعني ما عنديش فين غادي نهرب، رغم ان اللي جاو الدار، رغم ان رجال الدار كانوا معمرين المطار، وكان يعني كان الكولونير تاع المطار تم الكولونير مسكين هو اللي شدني ودار لي ايديا وقال لي بنتي رحنا معاك يعني ودار لي وجهي، واللي جوندار تما كنحييهم بزاف انهم يعني وقفوا معايا ودخلوا واحد السيد سيكيورتي، يعني لو ما كانوش هما كان هذاك السيد كان قتلني، حيت هو ما جيش باش يخسر لي وجهي، حيت كون بغى يخسر لي وجهي يكون خسر لي في هذا محاولة. جاي هو باش باغي يقتلني وشادينو اللي جوندار كيغوت كيقول لي انا باغي نقتلها خليني نقتلها نقتل راسي، انا باغي نقتلها خليني نقتلها نقتل راسي. بنهار العرس ديالي كلي الدقه ديال العصا، بقى انا لابسه اللبسه البيضاء، علاش حيت ضحكت مع المصور؟ قال لي علاش تضحكي مع المصور؟ عطاني خلى لي فمي كله دمايا، صافي غسلت وفرحانه انا حيت ضربني فرحانه. السلام عليكم اخويا. اخويا انا تعرضت لمحاوله قتل من طرف الطليق ديالي اللي هو اب ديال ثلاثه الوليدات، جوج توام وبنيه. انا هاد السيد تعرفت عليه وانا في عمري 17 سنه، يعني تزوجنا عن حب ووالدينا ما وافقوش، لا والديه لا والديه، وتحديناهم بزوج وتزوجنا، ومني شافتني ماما بحال هكا قالت لي صافي بنتي سيري تزوجي. مني تزوجت به نهار العرس ديالي كلي الدقه ديال العصا، بقى انا لابسه اللبسه البيضاء، علاش حيت ضحكت مع المصور؟ قال لي علاش تضحكي مع المصور؟ عطاني خلى لي فمي كله دمايا، صافي غسلت وفرحانه انا حيت ضربني فرحانه، كنقول راه كيبغيني راه كيغير عليا، فرحانه بهذيك العصا اللي عطاني. ما علينا خويا، دوزت معاه يعني غنلخص حيت ضرني فمي بزاف مع الهضره، دوزت معاه يعني واحد 18 سنه ديال الزواج كلها عذاب، الا ضحكت نهار كنهجروا شهر، العذاب العنف السبان ما خلى ما دار ليا. المهم اخر مره صافي قلت لي ولد الناس طوب، يا اما غنتلاقاو يا اما غتفرقني، صافي انا عييت ما بقيتش قاده نصبر. قال لي لا انا لا طلقتك، قال لي الطلاق هو اللي ما غتحلميش به، يا اما غنقتلك يا اما نخلي لك شي عاهه مستديمه، اما الطلاق راه ما غتحلميش به. قلت لي دابا شنو الحل؟ قلت لي شوف انا رجعتني واحد الخدمه برا غنمشي نخدم برا. قال لي صافي سيري. خليت الوليدات شادهم، ثلاثه الوليدات شادهم، ماما هي اللي شادهم. صافي مشيت كنخدم كنصرف على ولادي، كمدخلهم كنت مدخله مدرسه الفلوس، كنصرف على ولادي كنصرف على امي يمشي، هو الا جا كيجي مره في الشهر كيلوح لي ديك 200 درهم وكيمشي، لكساهم كيكسيهم من العيد لعيد، وكنقول ماشي مشكل انا وليداتي انا مستعده نعطيهم حياتي كلها ونعطيهم اي حاجه، المهم نشوف ولادي فرحانين. صافي خويا مبقيتش انا وياه على تواصل في التليفون، كنهضر انا وياه هذا صافي ماشي مشكل. جيت سافرت اول تسافر ليا جيت في 2018، جيت جلست فيها خويا نهار واحد، جيت كنتفاجئ بالراجل في الليل هز عليا سكران وهز عليا جنوي باغي يقتلني، انا يعني ما غنقدرش نقول ديك المصطلحات اللي تيقول. صافي مشيت ثاني يوم سافرت جلست نهار واحد، جاي باش غنجلس شهر مع وليداتي جلست نهار واحد، ومشيت خليت وليداتي مساكن كيبكيو ما شبعوش فيا حتى شوفان، مشيت حيت هو ما عندوش الغرض بولادي، يعني ماشي انا نخليت ولادي ومشيت، لا انا ولادي عارفاهم في الامان وعارفاهم مع امي غادا تخيط عليهم عينيها، ولكن هو كان قاصدني انا باغي يقتلني انا، مشيت هربت. صافي بقيت انا ومشيت تما، قال لي سمحي لي ورا ما كنتش ناوي ورا عاد التحراش والتخلويض وهذا، قلت لي صافي ولد الناس ماشي مشكل. بقيت انا وياه على تواصل، جيت ثاني مره اخرى جلست ثاني شهر كنخرج انا وياه كندور انا وياه، دوزت الشهر ديالي مشيت ثاني سافرت. جيت هاد اخر مره في شهر 9 في شهر 9 وفي اخر شهر 8 في هاد السنه 2021، قلت له ولد الناس انا وياك صافي بغينا نديرو حل، حيت انا عييت ما بقيتش قاده، يا اما تزوج بيا مقاد يا اما طلقني مقاد. قال لي صافي انا غنرد يعني غادي نتجمعوا مع بعضياتنا وغنجلسوا في الدار. قال لي صافي جلسي من الخدمه، وانا شريت واحد الدار غنكتب لك واحد النصيب وغندير لك واحد المحل تاع البيع والشراء وصافي، وجلسي قابلي وليداتك. قلت لي اخويا مرحبا، صافي قلت لي ما عنديش مشكل. صافي هي هاديك، قلت لي ولكن راه عندي باقيين عندي حويجاتي وباقيين عندي خلاصي تما في الامارات خصني نمشي نجيبهم. قال لي صافي سيري ما عنديش مشكل. صافي هادشي اللي تفهمنا عليه، داز من وراه واحد السيمانه حتى كنتفاجئ بالسيد كيقول لي لا غنطلقك. كنقول لي علاش اخويا ياك متفاهمين علاش غطلقني؟ قال لي لا الناس غيضحكوا عليا الا مشيتي، الناس غيضحكوا عليا وغيقولوا لي راه مشات وخلاتك، لا خليني نطلقك. قلت لي يعني انت مقتنع بهذا القرار؟ قال لي اه غنطلقك ومني ترجعي غنرجعك. قلت لي شنو هاد اللعب تاع الدراري طلق رجع طلق؟ قال لي لا هادشي اللي كاين. قلت لي صافي ماشي مشكل. مشيت انا وياه طلقنا طلاق اتفاقي. اسمح لي اخويا نشرب. مشيت اخويا
مشيت انا وياه يعني بالضحك وباللعب. مشات معايا الوالده ديالي، مشى معايا حتى هو واحد ولد خالته حتى هو. دخلنا عند القاضي قال لي يعني صافي هضرنا طلقنا طلاق اتفاقي بالضحك وباللعب. كيقول لي شوفي هذا الطلاق راه غير على الوراق، انا راه غتمشي وغترجعي غنرجعك. قلت لي صافي ولد الناس مرحبا. صافي دازت من وراها واحد السيمانه كنت خارجه عند مرت خالي، هادشي انا مطلقه منه، خارجه عند مرت خالي تلقيته واقف ليا قدام الباب عند مرت خالي، شدني ثاني عطاني قتله ديال العصا. الا بغيتي تصاورها معدي نوريهم لك ثاني شنو دار ليا خويا، غنوري لك. عطاني قتله ديال العصا هانت خويا شنو دار لي. هادشي مطلقه منه، شدني في الزنقه ثاني قتلني بالمزيان. كيفاش كيجي لك هادشي؟ واش كيسمع لك شي هضره ولا وعد؟ ما اخويا انا ما كندير حتى شي حاجه غلط، ولكن هو من داك النوع اللي مغيار لواحد الدرجه ما كتصورش، وعنده عائلته كيحرشوه بزاف. يعني ما انا ما غاديش نقدر نقول شكون، ولكن واحد الناس كيحرشوه بزاف. سير فرقها، سير شنو بغيتي بيها، سير بعد منها. واش الوحده ولدت الاولاد وفرقها وبعد منها؟ صافي كتشي كنهار الاول مني الوحده كتبغي الواحد، صافي خليهم منهم الروسهم. علاش كتبقاو نتوما تضغطوا وكتحرشوا وكتعمروا فيهم؟ دابا الرحله ديال نمشي الاماراتي اللي خيبات لك حياتك ولا نتوما؟ لا لا خويا انا حياتي خايبه من نهار تزوجت بيه، من نهار كنت مصاحبه معاه شي مشيت انا نهار تزوجت بيه. كنت كناكل العصا من الاول وكنت كنسكت، ولكن السكوت ديالي هو اللي وصلني السكوت ديالي هو اللي وصلني لهاد الحاله. حيت النهار الاول ملي كنت كناكل العصا كنت درت حد لهاد الشيء، ما غنوصلش لهاد الشيء اللي انا فيه دابا. ولكن لا، كنت كناكل العصا كنقول لها كيبغيني، لا راه كيغير عليا، وهي لا راك انت كتاكلي العصا راك مدلوله. اين فوا المراه خاصها تاكل العصا؟ خاصها توقف هاد الشيء، خاصها دير له حد. شوف اولاد الناس، حنا راه ماشي حيوانات، ربي راه مكرم المراه وذكرها في القران، ماشي تجي نتايا يا الراجل. يعني ماشي كنهضر على الرجاله كلهم، ولكن واحد الفئه معينه وحوش حاشا، واش رجاله؟ هادو ذكور ماشي رجاله. حيت الراجل ما كيهش ايدو على المراه وما كيسبش المراه، والمراه كتكون يعني حسبي الله ونعم الوكيل. المهم اخويا قلت لك صافي جيت هذه المجيه تفاهمنا، مشينا طلقنا. صافي عطاني السيد قتله على العصا، اوريتك عطاني قتله على العصا ثاني. علاش ما كتجاوبيش في التليفون؟ علاش كتخرجي وما قلتي شي؟ يا ولد الناس انا وياك صافي راه مطلقين، وزيدون ما كنت فتشي بلاصه، راه انت شفتيني من عند دار مرت خالي نازله. قتلني ثاني، فكوني عن الناس، شدني بزيف من غير داكشي اللي شفتي وجهي، شدني بزيف قجني خلاني كل دمي. صافي ثاني كنت كان غيقتلني، تفكني على واحد السيد هو اللي فكني والجيران. صافي مشيت رفعت عليه دعوه غدا ندعيه، جا في الليل كيبكي وكيطلب وكيرغب سمحي ليا وانا ما كنتش واعي، ورا حرشوني ورا داروا ليا ورا سمحت ليه. صافي مشيت باغيه نسافر، قلت انا ما غادي نقولها لتا شي واحد، انا غادي نسافر باش نتجنب هذا الشيء. حيت انا كنت حاسه ان هذا الشيء اللي انا فيه كنت حاسه بانه غادي يوقع ليا قد اليوم قد غدا قد. مشيت كنلقى السيد راه واقف ليا قدام باب المطار، يعني تجرى ليا داك الشيء اللي جرى. غفلني خويا، لقيت واقف قدام الباب، يعني ما عنديش فين غادي نهرب، رغم ان اللي جاو ندارم، رغم ان رجال الدار كانوا معمرين المطار، وكان يعني كان الكولونير تاع المطار تم الكولونير مسكين هو اللي شدني ودار لي ايديا وقال لي بنتي رحنا معاك يعني، ودار لي وجهي. واللي جاو ندارم تما كنحييهم بزاف انهم يعني وقفوا معايا ودخلوا واحد السيد سيكيورتي. يعني لو ما كانوش هما كان هذاك السيد كان قتلني، حيت هو ما جيش باش يخسر لي وجهي، حيت كون بغى يخسر لي وجهي يكون خسرها لي في هذا المحاوله. جاي هو باش باغي يقتلني، وشادين اللي جاو ندارم كيغوت كيقول لي انا باغي نقتلها، خليوني نقتلها ونقتل راسي. تشدوه لي جوندار خويا، تسيت تعدى عليا بزاف، الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.